الإخوان المشاهدين متتبعي قناة مناظر بلادي، أهلا وسهلا بكم. عدنا لكم من جديد بفيديو جديد وديما الجديد. إنها مدينة الحسيمة، المدينة الجميلة الساحلية والساحرة كذلك. الإخوان مدينة الحسيمة في هذا فصل الصيف استقبل أبناءها وجالياتها بالخارج، وكذلك الزوار من داخل الوطن. إنها مدينة جميلة ومملوءة عن آخرها. كما تشاهدون هنا ساحة محمد السادس في هذا المساء، كما كتشوفوا معنا الإخوان. واحد شوية إن شاء الله غادي تطلق الماء وغادي تشوفوا هذه النافورات الجميلة جدا، وتشوفوا واحد الإطلالة على كذلك على الشاطئ، وإنها جميلة الحسيمة. خليكم على الفيديو وغتفرجوا معنا مزيان ان شاء الله في الفيديو. ما تنساوش تدعمونا باشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم ديما الجديد وديما الجديد ان شاء الله مع مناظر بلادي. خليكم على الفيديو حتى للنهايه الاخوان، وما تنساوش البارطاج الاخوان باش كلشي يتفرج ان شاء الله، باش كلشي يدعمنا ونزيدو معكم القدام ان شاء الله. خليكم على الفيديو حتى للنهايه والسلام عليكم. منظر رائع جدا في مدينة الاخوان. كما كتشوفوا كاين واحد المقهى هنايا راه معروفه، المقهى ديال ميرامار. اللي ما جاش لهاد القهوه هذه الاخوان راه ما شافوها الحسيمه، يعني واحد المنظر رائع كيشوف على البحر.
يعني راه فيها جميع المسائل اللي يحتاج الانسان، من اللي بغى ياكل تما يا الساندويش، البيتزا، العصير، المشروبات بانواعها، يعني واحد المنظر رائع. كتجلس تما يوم منك كتشوف ديرك في البحر، يعني اخوان واحد المنظر رائع في هذه القهوه هذه. واللي ما جابش مازال ما شاف هذه القهوه وجا الحسيمه يطل يدير شي اطلاله عليها، راه منظر رائع يا اخوان. الحسيمة الجميلة منظر رائع جدا في مدينة الحسيمة. فرات جميل جدا.
منظر غد نافورات صغار الألوان على المناظر. يا سلام سلم اللي بغا يتمتع ليا يجي يزور الحسيمة. رائعة، هادشي رائع جدا.